كل الأشياء والزمان والأسماء، ولن أنسى أسود الإطفاء. اليوم نكرم رئيس القيادة الإقليمية للوقاية المدنية بعمالة خيرة مارا بالدرع الشرفي إحياء لما قدموه وأسدوه خدمة للوطن. تضحيات ومجهودات وكل ما تتعملوه لصالح هذا الوطن، جزاكم الله خير. شهادة تقديرية لممثلة نساء الوقاية المدنية، تصفيقات حارة. كل الشكر والتقدير لنساء ورجال الإطفاء المدني، فتحية للجميع وشكرا. السلام عليكم. بداية كنشكر منابر الإعلامية اللي كتحضر معنا وكتواكب معنا هذا اليوم العالمي. هذا اليوم اللي كما كتشوفوا اعتمدت المنظمة العالمية للحماية المدنية الشعار ديال التقنيات المبتكرة في خدمة الوقاية المدنية الحماية المدنية. بالنسبة لنا في الصعيد الإقليم كما شفتوا الوليدات كيجيو والوفد الرسمي وكنستعرضوا كاع المعدات اللي عندنا وكنشوفوا الإحصائيات ديال التدخلات ديالنا اللي كتشمل جميع المجالات، لان التدخلات ديالنا كما كتعرفوا راه متنوعه، سواء الغرقه في الشواطئ، سواء انهيار البنايات، سواء حوادث السير، سواء الحرائق. وكنستعرضوا الحصيله ديالنا السنويه وكنعرفوا بالدور ديالنا للوليدات وكنحسوهم بالاهميه ديال الوقايه المدنيه وكننبهوهم الاحتياطات الواجب اتخاذها في مختلف الحوادث، لان كاين حوادث يمكن منزليه كتوقع لهم في ديورهم كيفاش يتعاملوا معها. وهذا هو الهدف ديالنا، لان المديريه العامه للوقايه المدنيه كتعتمد واحد التواصل مع المواطنين وكنستهدفوا بصفه خاصه الوليدات الصغار اللي هما الاجيال القادمه ان شاء الله. وهذا ما كان كما شفتوا راه حضر الوفد الرسمي وحضرتوا معنا
كاع الاكتيفيتي اللي دوزنا اليوم، وكنشكركم جزيلا. وانتم وقفتوا على المعدات اللي كنتوفروا لها، كاينه مراكز لو سمحتوا ديال عين عوده، ديال تمسنا، وسخيره التمر، سخيره التمره، والبوس ديال سيدي العابد، البوس ديال سيدي العابد خصيصا الشواطئ. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس، اكثر من مجرد خبر.